بالنسبة لمكافحة الفساد في تونس، أنا قاعد نشوف معنا بالنسبة لتصريحات متاع المسؤولين. المسؤولين حسب ما هو ظاهر أن يقولوا أنه فما معناتها إجراءات يعملوا فيها معناتها باش يكافحوا الفساد، لكن عمليا على أرض الواقع ديما نشوفوا معناها فما برشا إخلالات، فما برشا فساد، فهمتني؟ وإذا كان الفساد هذايا حتى ما عرفش أنا التفسير نتاعو، إذا كان حبوا نفسروه أنه فما حاجة تسهل الفساد معناها، اللي معناتها انه الاجراءات اللي قاعده يعملوا فيها معناها المسؤولين ما نجموش يحدوا من الفساد، معناتها هذا دليل على انه القدره على معالجه الفساد محدوده عندهم. اليوم شوقي طبيبي اللي يترأس هيئه مكافحه الفساد قاعد يخدم كما يلزم، قاعد يقاوم ويجابه، ولا حبر على ورق ويستثني كما يقولوا برشا؟ سي شوقي طبيب بحكم هو كان في الخدمة متاعه، هو كان محامي، وهو توا معناتها خذا المسؤولية متاع الهيئة متاع مكافحة الفساد، ولكن أنا نعتبر أنه القضية معناتها أبعد من أشخاص ولا مؤسسات متاع الدولة، لأنه نعرفوا نحن في تونس هنا لو كانت تكون الإرادة معناها السياسية معناها إرادة متاع مقاومة الفساد وتكون متى مستقلة نجم نشوفوا معناها اجراءات على الارض الواقع، لكن ما دامنا ديما فما تدخلات سواء من الداخل ولا من الخارج، والاكثريه تعرفوا انتم اللي في تونس فما برشا تدخلات معناتها من الخارج هي اللي قاعده تحد معناها من، حتى كان فما اراده للتغيير او لمقاومه الفساد ديما تكون محدوده، فهمتني؟ هذه من ناحيه متى القوى معناها الاجنبيه، خاطر نحن تونس نعرفوا توا بدينا نحسوا انه فما التدخلات هذه ما عادش نقولوا نحن وهميه ولات حقيقيه وشاعرين بها، الشعب التونسي كله شاعر بها. وبالنسبه زاده حتى على مستوى المنظومه القانونيه نتاعنا محدوده ياسر معناها بصراحه، فهمتني؟ القانون معناتها نتاعنا بصفه عامه معناتها هو اللي قاعد يسمح بالفساد هذا. الفساد راه ما يتنحاش، ريت تونس كاملة معبية بالفساد، والزوالي ما عادش، الزوالي مشى تحت السافل السافلين، ريت الفساد الروس الكبار هم اللي هلكوا تونس، ما هم اللي يسرقوا، هم اللي هلكوا الدنيا الكل، فهمتني ولدي؟ هذوكم هما المنبع. أما الزوالي وليدي راهو مشى على روحهم كل عام، كسرون المعيشة، غلوها علينا، لا خلوا لا بقوا، ولا فيها زطلة، ولا فيها مشاكل، ولا فيها قتلين، ولا فيها كل شيء، ما عادتش تونس، ما عادتش تونس، راهي مشت على روحها كل عام، راهي ما عادتش تونس ولدي، ما ولا الواحد يمشي يتلفت على جنابه منه من يتغرش، والواحد خايف. ما الفساد هم اللي فسدوه، هم اللي هلكوا الشعب، هم اللي هلكوا الدنيا الكل. اسمع، ما ثماش انسان ما تهلكش الدنيا هذه، هم اللي هلكوا. تونس مشهوره في العالم كامل باللي هي فاسده. يعني فما برشا فساد في تونس. معبيه. ريت تونس معبيه كان بالفساد. والقوي وكل الضعيف. فما فساد في تونس؟ برشا فساد. برشا فساد يا وليدي برشا. برشا ولا قدر خير. رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب واللجان الخاصة بمكافحة الفساد قاعدين يكافحوا فيه اليوم ولا؟ يظهر اللي قاعدين يكافحوا فيه، لكن ما ثم حتى نتيجة. ما ثم حتى نتيجة. نسمعوا معناتها برشا حاجات، فهمت؟ لا من بعد ما نلقاو حتى شيء. فهمت؟ هذا هو اللي قاعدين نشوفوا به. في التلفز يقول لك كما نقولوا معناتها شدينا معناتها كذا شيء، فهمت؟ توا تكتب الجرايد نهارين ثلاثة أيام ومن بعد توفى الحكاية، فهمت؟ توا هذا هو اللي صاير وليد، هذا هو اللي صاير. أنا واحد من الناس ما ريت شيء، ما ريت شيء. الفساد برشا وما ريت شيء، فهمت ولدي؟ الفساد برشا وما ريت شيء. شيء ما ثم. مش قاعدين يكافحوا فيه؟ فهمت؟ ظاهريا يكافحوا فيه، لكن الريزولتا ما ثماش. ما ثماش تو تسمع كما يقولوا بافير نتاع الديوان، وتسمع معناتها بافير نتاع فرماسي سنترال، وتسمع بافير هذا نتاع الدخان نتاع لي مونوبول وندرا شنو يكتبوا في الجرايد صحيح، فهمت؟ وهنا شدينا، هنا وقمنا، هنا ندرا شنو، واحد من بعد برا سويت تدفع الحكايه، شي ما ثم، فهمت؟
هذا مش انا برك، هذا ما تعيشوا به الناس كل. اغلبيه التوانسه يحكيوا على الفساد اللي قاعد يتغلغل في البلاد. اليوم يعني هيئه مكافحه الفساد قاعده تخدم في خدمتها، قاعده تكافح وتجابه في الفساد، هذا ولا حسب مره انا في الايامات الاخرى بديت لك الحاكم بدا يدور برشا، نحس فما برشا حركه في البلاد، مش كيما قبل ما كانش فما برشا حركه، ما تو فما ولات برشا، تحس وين تمشي تو مثلا تمشي لاي بلاصه تمشي الباب الخضراء تلقى مثلا حاكم، تمشي الباب الخضراء تلقى حاكم، تمشي لاي بلاصه تمشي لها باش تلقى حاكم، يعني كي نجي انا نرى نلقى بداو ينحيو هكا شويه بداو ينحيو مرحله بالمرحله، شنو نتقدموا مرحله بالمرحله. انا النهب العباد كل واحد يخمم على روحه، كل واحد يخمم على مصلحته، وهما خويا متحالفين خويا، فما معناتها هذيتها فما السياسيين فما الكل والحكومات الكل فما كلي فما كلي كتله فما وقاعدين يخدموا مع بعضهم، هذاك اللي قاعد نراه ما فماش اصلاح جمله. اعطيني انا هي فما الوزاره اللي قاعده تخدم على روحها، فما حتى وزاره قاعده تخدم على روحها، وفيها برشا فما كلي سرقه على البلاد. الفساد اليوم قاعد يتغلغل او متغلغل وموش قاعدين يكافحوا فيه. موش قاعدين يكافحوا فيه وقاعدين فما زايدين على قدام. ما فماش. قلت لك كلي حسب ما قاعد نراه انا فما كلي يتعاملوا مع بعضهم، فما متحالفين وهذيك اللغه في البلاتوات وقاعدين فما هانا قاعدين فما كلي يخدموا ومش قاعدين يخدموا. قاعدين يخدموا على مصالحهم. ولا فما علاش فما هذايا واحد هو فما كي يسوا علاش فما كي يعملوا كيكا واحد فما ما فماش معناتها عباد اللي باش تخدم البلاد بالكدا نقولوا هذايا بلادنا وهذايا فما معناتها جدودنا حاربت عليها فما معناتها يخدموا على مصالحهم هما ويهمهم كيف يروحهم برك. مش باش تتغير الامور في رايك باش تبقى هكا؟ حسب مره انا مش باش تتغير فهمت، ماهيش باش تتغير الجمله. ماذا بيا فمت انا ماذا بيا نعرف الصحيح كمواطن كان فمت معناتها فمت جنسيه تونسيه ونحمل بطاقه التعريف فمت كلي تونسيه، ماذا بيا نحب نعرف فمت علاش مثلا هكا فمت بلاد فمت تونس معناتها كانت العالم كامل تحكي عليها فمت كلي فهم شيء هي البلديه مش قاعده تخدم اكثر انت الا بحر هذايا فمت تغسل فمت كلي كيفاه حيوت مسخه في الحيوت. الفساد يجي من السهريات والبنات المسيبه اللي ما عندهمش رقيب معناها ما عندهمش خو يسكنوا وحدهم كارين وحدهم برشا فساد الحق قاعدين نشوف سهريات وناس مسيبه. اليوم هيئه مكافحه الفساد اللي تراسها شوقي الطبيب قاعده تخدم في خدمتها كما يلزم، قاعده تجابه وتكافح الفساد السياسي على بعض. انا حسب ما نعرف مازال فما فساد في تونس سواء سياسي سواء بتاع الاجتماعي بتاع العباد النرمال، مازال فما تونس تنظاف يلزمها برشا وقت ويلزمها ناس تخدم بالكدا فهمتني، باش كل واحد يخدم خدمته فما مراقبه زاده، كي تبدا فما مراقبه الواحد ما يتجرأش باش يعمل حاجه، فما ليميت هذاك هو. يعني اليوم باش نخذيو على الفساد ابرز الاساسيات اللي ممكن نعملوهم باش نقضيو عليه شنو؟ باش نقضيو على الفساد يلزم كل واحد يغلط يتحاسب، هذا بريمو غلطه يتحاسب باش ما يكملش، وباش غيره كي يشوفوا هو هكاكا ما يجرأش باش يعمل حاجه كسوسوا معناها في خدمته كمسؤول كأي حاجه فهمت، يولي فما ليميت هذاك هو. باش نقضيو على الفساد يلزمنا هكاكا. انا بالنسبه لي مقاومه الفساد يعني لازم اون استراتيجي مش مربوطة بهيئة. الدولة كلها لازم تقاوم الفساد مش هيئة، فهم كيفاش؟ اور اليوم فهمت هنا ثم اليوم يعني لا 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 يعني لا 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 ثم يعني عراقيل فهم كيفاش اللي اليوم تخلي مثلا المسؤولين ولا تخلي نرش معناها يعني الناس اللي لازمها تقاوم الفساد ما تقومش بالواجب نتاعها، فهم كيفاش ولا؟ دونك فهمت هنا اليوم كي نحكيو على الفساد ما نحكيوش على هيئة مكافحة الفساد، نحكيو على دولة كاملة معناها استراتيجية ديتا اللي هي لازمها اليوم تحط معناها الحلول
ونقولوا مثلا لي بلون داكسيون لازمين باش تقاوم الفساد. فهم كيفاش؟ خاطر الفساد مربوط معناها على المستوى الاقتصادي، مربوط بالاجتماع، مربوط معناها برشا حاجات. فهم كيفاش؟ دونك لازم الدوله تحضر معناها القوانين اللازمه، تحط معناها الناس الكومبيتون، معناها الناس معناها اللي عندهم خبره واللي عندهم كفاءه، فهم كيفاش؟ باش ينجموا يقاوموا الفساد. فهم كيفاش؟ وهكا نجموا نقدموا الفساد معناها في البلاد الكل، من الفوق حتى كشي انتهابة اللوطة معناها، فهمتها؟ علاش انتشر الفساد ولا برشا كما كيفوك؟ علاش انتشر الفساد؟ والله السؤال هذا ما سألوش لي أنا معناها، سألوا العباد معناها اللي هي بالأمور هذه. وكهو عندك ثقة كاملة في هيئة مكافحة الفساد باش ينظفوا باش يجيبوا؟ والله ما نعرفهمش باش عندي ثقة فيها، ما نعرفهمش أصلا معناها. نوا الحاجة الوحيدة اللي قاعدة تشوف فيها، اللي قاعدة تشوف فيها هو الفساد منتشر هكاك، ومعناها باش انا الرافعين باش يصلحوا الفساد يعديوه للحبس ولا ما نعرفش انا ايا كان معناها، فهمتني؟ باش تقضيوا على الفساد اليوم شنو لازم ابرز الاشياء اللي لازم نعتمدوها؟ اول حاجه عقليه المواطن بيده معناها لازم تتغير، فهي ومن بعد ما نعرفش كيك الدوله هاي الهيئه اللي سميتها انت تو ما نعرفش كيفاه.